الجزء الاخر بمحمود كهربا، رساله لمحمود كهربا. كهربا يعني كنا سعداء جدا بعد عودتك من الايقاف لمده 6 شهور في مباراه سموحه. انا عايز اقول لك حاجه، ال6 شهور اللي انت اشتغلت بيهم قبل ما تلعب مباراه سموحه بتدل ان انت كنت مركز جدا عشان تظهر بهذا المستوى وتحرز اهداف وتعمل 2 اسيست، كنت مركز جدا، كنت عندك شغف كبير جدا جدا لعودتك. النقطتين دول حافظ عليهم، النقطتين دول حافظ عليهم، وكأنك بتجدد كمان شغفك، لأن الشغف مش مباراة واحدة أو مباراتين، شغف محمود كهربا لازم يستمر، هذا الأداء إن شاء الله لازم يستمر، وأنت بتثبت إنك لعيب كبير. اللعيب اللي قعد 6 شهور وبيظهر بهذا المستوى، حتى على المستوى البدني بتدي ساعة بتطلع كل اللي عندك، لكن اللعيب اللي يتوقف عن اللعب الرسمي، لأن طبعا التدريبات والمباريات الودية يعني ليها ليها حتة لوحدها كده لا تقارن بالمباريات الرسمية، وخاصة لعبت ماتشين مهمين جدا أمام سموحة وأمام نادي الزمالك. فالنصيحة الكهرباء استمر، وكأنك لسه في ال6 شهور الموقوف فيهم، ربنا ما يجيب وقفة، لكن يعني استغل يعني وصولك لهذه الفورمة وحافظ على هذا الشغف، وهذا يعني بلغة الكرة الجوع، استمر على دوت، لأن هي دي لغة المحترفين الحقيقيين. لغة المحترفين هو دايما الشغف ودايما جعان يكون الأفضل، وعمر ما تحط في نفسك أو تكلم نفسك يقول أنا كده وصلت الفورمة بتاعتي، فهتلاقي غصب عنك مستواك هيقل في التدريب، هيبقى تركيزك أقل. لا، دايما بص إنك لسه ما وصلتش، دايما بص للأفضل، دايما بص لقدام، دايما عندك الشغف وعندك الجوع انك تقدم اقصى ما عندك، وهو ده ان شاء الله اللي منتظرينه الفتره اللي جايه.